فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في هذا الزمان كثرت الفرق وكل يقول إنه على حق، فنريد منكم حفظكم الله أن تعطونا ميزانا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نستدل به في هذا الأمر. الأمر واضح ولله الحمد. اللي يوافق اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة فهو منهم، أما الذي يدعي وهو يخالف أهل السنة والجماعة هذا ليس منهم. نعم.